نحن المجتمعين في مدينة كاباو من أعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء البلديات بالساحل الغربي والسهل والجبل استشعارا منا لخطورة المرحلة نؤكد على ما يلي: أولا الإعلان عن توحيد صف المنطقة الغربية خدمة لليبيا وشعبها مع تأكيدنا على سرعة إدماج الشباب في مؤسسات الدولة المختلفة. ثانيا المصالحة الوطنية بوابة بناء الوطن ومفتاحها إدارة محلية حقيقية تدعم الاستقرار وتوفر الخدمات للمواطنين. ثالثا التأكيد على جميع جهود بسط الأمن والتهدئة والاستقرار في المنطقة الغربية وكامل تراب ليبيا، وندعو كافة إخوتنا في الوطن لدعم جهود المصالحة والتهدئة والاستقرار في كامل تراب الوطن. رابعا التأكيد على السيادة الليبية ورفض أي مخرجات سياسية تمليها علينا منظمات وجهات مشبوهة، مع ضرورة الالتزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خامسا تشكيل فريق من أعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء البلديات في المنطقة الغربية لتحسين الخدمات وانتشال المنطقة من حالة التخلف التنموي وسوء الخدمات. سادسا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم تم الاجتماع في مدينة كاباو من عمداء بلديات ومجالس من مجالس الدولة ومن النواب، كذلك من الشباب المنطقة الغربية. الحمد لله تم الاتفاق على المصالحة النهائية وإزالة كل السواتر بين المدن وتوحيد العسكري وتوحيد السياسي، كذلك الانطلاقة إلى المنطقة الوسطى وإلى المنطقة الجنوبية وإلى المنطقة الشرقية في الأيامات القادمة بإذن الله. وأعتقد أن هذه الآن أول مرحلة انتقالة من المنطقة الغربية إلى المنطقة الوسطى إلى الجنوبية، والمصالحة وتوحيد الصف وإيجاد حل للأزمات اللي احنا الآن قاعدين فيها.